تعرفوا على سليم. سليم وضعه صحي ممتاز، ولأنه وضعه صحي ممتاز بتجول وبيشتغل العادي وزيادي. لكن سليم من الناس اللي ما بتبين عليهن أعراض المرض، مريض من نوع خاص مصاب بالفيروس ولكن بدون أعراض. في هذا الوقت سليم نقل العدوى لبنته الصغيرة سلمى. سلمى كمان تتجول وبتنقل العدوى، والكورونا تنتقل بدون توقف. الحقيقة يا جماعة، هذا مش حال سليم بس، هاي حالي مثالية لسلسلة العدوى. عشان هيك حتى لو كنا في أحسن حال، بلاش نخاطر، كلنا لازمنا فحص في مجمعات الفحص في أنحاء البلاد بانتظاركم وبدون توجيه طبي. افحص حالك وطمن بالك.